يجب على كل إنسان أن يجلس وحيداً ويتخذ قرارات بشأن حياته ومستقبله. نفسياً، الحب قبل النوم يريح الذهن ويوقف عملية التفكير، مما يجعلك تخفو بسهولة. نفسياً، مجرد شعورك أن أحد في هذا العالم يهتم بك في كل لحظة، يأتيك صوته خائفاً متلهفاً عليك، كافياً لأن تعود سعيد. نفسياً، عندما يتم تجاهلك من الشخص الذي أصبح محل اهتمامك، فإن ردة الفعل في الدماغ تساوي الآلام الجسدية. هناك حالة نفسية تسمى الاكتناز القهري، وهي جمع الأشياء ورفض التخلص منها مهما كانت تالفة وغير ضرورية، اعتقاداً من الشخص بأنه سيحتاجها في يوم من الأيام. وفعلاً هي مفيدة في أحيان كثيرة. هل تعرف أحد مصاب بهذه الحالة؟ إذا بكيت 15 دقيقة على التوالي، سوف تتوقف عملية تبادل الدم للقلب، فكن حذراً أرجوك. إذا قال أحبك، لا تقولي له وأنا كمان، قولي له إلى متى ستظل تحبني؟ المرأة السمينة تملك صوت أجمل من غيرها. فما هي أكثر نقطة أعجبتك؟ اترك لنا التعليقات ما هي، ومن تعجبه نفس النقطة يرد في نفس التعليق.